أهلا وسهلا بكم أحبتي المشاهدين، وحلقة جديدة من برنامج ترانيم. حلقتنا لهذا اليوم كما عودناكم دائما نسلط الأضواء حول القضية الحسينية وأهم ما يجري في القضية الحسينية، ونبحث في أروقة الإنشاد الحسيني. أحبتي المشاهدين، قبل البدء والترحيب بضيفي لهذه الحلقة نذهب لفاصل تعريفي، فابقوا معنا. المشاهدين، بعد أن تعرفنا على ضيفنا لهذا اليوم نرحب بأجمل ترحيب المنشد حسين الحتشامي. حياك الله ملا ونورتنا اليوم. حياك الله أستاذ، والسلام عليكم. واليوم احنا بضيافتك وجايين لجمهورنا، سرب لك الشرف أنت إن شاء الله، وحتى جمهورنا هم يستمتع، ونقول لهم إن شاء الله احنا اليوم وياكم ونشوف أستاذ أحمد شو محضر. الله يبارك فيك. جاهز ان شاء الله اليوم لاسئلتنا؟ اكيد جاهز. يا الله، نقول نبدي من السؤال الاول، السي في او الصيغه المعروفه دائما، من هو حسين الحتشامي؟ حسين الحتشامي اسمي حسين ياسين كاظم، اسمي الشهر حسين الحتشامي، 5/3/84، اسكن مدينه الصدر، من عائله عراقيه. لطيف. واللي باقي يعرفون متزوج؟ اي اكيد متزوج، وعنده 3 أطفال. الله يحفظهم ان شاء الله لك. الله يسلمك. بداياتك ملم، مين كانت بدايات حسين الحتشامي؟ البدايات اللي ظهرت بها التلفزيون، اللي قبل اللي ما حد يعرف عنها يعني. لا، البدايات اللي ما حد يعرفها. اللي ما حد يعرفها يعني من كنت صغير 12 او 13 سنه، في عهد صدام كانت اكو امور الحمله داريه. نعم. فكنت ياخذون وياهم يعني اقرب بالسياره وكذا يعني، فعد ما نوصل سيطره انه صغير فممكن انه احنا تاخذني. كانت مره يمكن اسمها ام ايمان، اذا ماتت الله يرحمها واذا على الله يذكرها بالخير، فكانت تخليني بحضن اعود انه هذا ابنها. عد ما تعدى السيطره وترجع البردات اقوم انا اقرا يعني. هيك كانت بداياتي. اها، هاي بداياتك. اي نعم. يعني اول قصيده قريتها هم ايضا يعني انه للشاشه؟ لا، اول قصيده في بداياتك. في بداياتي كظهور على الساحه؟ كظهورنا. كانت للامام علي الوالي الوالي. وبعدها استمرت. استمرت في؟ استمرت يعني اجت اعمال واصدارات. شنو اللون او طور اللي تميزت به اكثر؟ والله الحقيقه انه اكو اتميزت به واكو حبت الناس. يعني ممكن انه انا اقرا فرد شيء الناس انه تحبه، فبما انه المنشد ملك الجمهور فلازم اقرا للناس اللي تحبه. لطيف. اي يعني، فبالتالي انه انا اتميز به للناس تحبه يعني. فكانت اكيد في بدايه قصائد تحفيزيه وكذا يعني، كانت الناس تحب هذه الامور. اها، تحس نفسك مظلوم اعلاميا اليوم؟ الحقيقة يعني إعلاميا ما أعتقد، بس ممكن أنا مقل يعني. أنا سبب يعني مو كمية يعني، أنا مو من المكثرين، أنا النوعية. ممكن القصيدة بس اللي تعيش وياك، تعيش ويا الناس، مو أنه مكثر. ويعني قصائد ممكن 6-7 بكل شهر بس ما تنحفظ. ممكن القصيدة اللي أنا أخليها ممكن تنحفظ سنوات يعني، وبعد تصير من الذكريات الجميلة أنه واحد يستذكرها حتى حافظيها. فاني كميه غير نوعيه، بس انما منظمه. لا الحمد لله والشكر، وموجوده قصائدنا على قناه الفقدين. يعني الكميه اللي انت نزلتها للساحه اليوم وللشارع من اجل انه حتى الناس تعرفك اكثر، لو من اجل شنو؟ مو انا قلت لك نبدا اتفق انه انا مو كميه، انا نوعيه. اها، بس لازم اكيد انا لازم اتواصل ويا الناس. انا لازم
انا مطالب لانه ما طول اكو ناس تحبك فانت مطالب انه انت دائما تتواصل بقصائدك. تتواصل ويا الناس بقصائدك. وكحسيني مفترض عليك انه محرم وغديريه ولازم انه انت بهذه لانه انت الله هبك يعني تعيش هاي الاجواء اللي اكيد اكيد يعني مرحب. لازم انا لازم لازم اوصل واوصل متواكب اواكب الحدث طبعا اواكب لانه يفترض علي اسم يعني. سيد الحجامي تستعجل في اتخاذ قراراتك؟ من يعني اكو يعني قرارات حياتيه قرارات ممكن لا ممكن. قرارات ضمن الاليه اللي تعمل بها اللي هي الانشاد مثل القصيده موضوع كلمات او ما شابه من ذلك. انه استعجل ممكن اكو عمل يحتاج عجله يعني مثلا حتى نواكب مثلا انا سجلت متاخر يعني من هيك الظروف. انما انه اختيار طلع خاطئ لا ما ممكن نهائي لا نهائي لانه اكيد انا اختاره فما لازم امحصه صح واشوفه. وين تشوف نفسك اليوم اكثر بالاستوديو ام بالقصيده المنبريه؟ المنبري منبري اي اكيد. السبب يعني اول بدايه روحيتي تختلف. انا احس بنفسي هنا يعني ابدع اكثر. تقرا منبر كثير قراءة كثير اي كثير يعني يعني احس انه ادي مو شغله انه صح مو صح بس انا احس مرتاح ارتاح بالمنبر يعني ادي ممكن تشوفني اعيش ال اعيش القصيده اعيش الجو يعني انا احس بروحي احب المنبر يعني ابدع بيه اكثر. بس احس أنا شوف اليوم انت شوف لك قصائد كثيره في بالاستوديو بالتصويرات اللي تكون داخل اللوكيشنات اللي تمام تحددوها تمام السبب يعني دونا عن المنبر دونا عن تمام يعني مو هواي مضغط يعدي منبريا يعني ما عدي هواي غطت انما الاستوديو انت فتعرف وهذا يسوق للقناه يعني للقناه اللي تبث لك فاكيد هذا راح تكون محفوظه اكثر. بس احنا نشاهد هواي قنوات تعتني بالقصيده المنبريه وبالناس اللي يعتلون المنبر تمام اذا سجل صح. أنا جاي أقول لك يعني إذا هسه اليوم سجل المنبر يعني إذا أنا يعني احتمال التقصير عندي بيا ناحية إنه ما موثقة هواي منبريات. ماكو قناة تحتضن هذا الموضوع؟ والله هي القناة يعني مثلا أنا تعرف أنا أكثر يعني تعاملي بقناة الفرقدين وقناة كل التقدير والاحترام لها متفضلة علي مو يعني مو بس علي إنما على جميع منشد تقريبا. بس القناه هذه تبث لك ممكن لانه احنا ما نقدر يعني ظروف القناه انتم قناه اليوم فما تعرف ظروفهم يعني هم يغطون وهم عندهم امور فاكو مجالس ممكن تصور بس هم ما يمانعون اذا كانت مسجله يعني بالعكس. انا شفت انه بعض المنشدين او الرواديد لهم خاصيه تختلف عن الباقين وين اللي هم يعتلون المنبر واكو تصوير موجود ينزل لهم في القنوات عده في قنوات عده يعني حتى من ضمن القناه الفرقدين اللي ذكرتها اي قناه الفرقدين مو انا جاي اقول لك انا اليوم لو موثق انت توثق لو هي القناه توثق لا انا لو موثق طبعا اذا كانوا هم محتضنين في التغطيه اكيد يوثقوا لي يعني اذا هم كانوا مثلا مجلس خلينا نقول اليوم هم تغطيتهم وانا بي اكيد يعرضوا يعني هنا اقصد مو يمهم يعني المشكله مو يمهم بس انا لو انا ارفع لهم اليوم 5 مجالس 6 مجالس يبثوها يعني القضيه الناس ما اي الناس ما لا عشان من تقصير انه جيب نبث لطيف اي اكيد. بالنسبه لتصويراتك الخارجيه ايه ما شفنا لك تصويرات خارج العراق حالك حال باقي المنشدين تصويرات لانه انا يعني عملي ما اقدر اطلع يعني لانه مرتبط انا بعمل يعني انا موظف فما ممكن بس مو ما يمنع يعني لو صارت عنده فرصه كثير من الموجودين اليوم في الوسط الحسيني هم يعملون في مؤسسات حكوميه وضمن الاليه الحكوميه هم يسافرون خارج العراق ويصورون إيه انا يعني تمام انا علي من يعتمد اكثر عليك انت على جنابك لو على المؤسسه اللي تعمل بها لا اكيد المؤسسه اذا يعني انا
يعني أذكر كانت أكو يمكن الأذربيجان كان عدة تصوير وكان أستاذ كرار الساعدي تحياتنا إليه بالفرقدين قال لي أكو هيك موضوع وكانت ماخذ إجازة قبل هذا الموضوع يعني هم كان المشكلة عندي كانت إجازتي قبل هذه فما قدرت أكررها فلهذا يعني أنا كنت مهيئ يعني كتصوير خارج العراق طبيعي يعني من يصير عدي موضوع أنه أنا أقدر ومتهيئ أنه يعني ما أخذ إجازة إلا تمام وما راح يعرقلني ولا يضايق ظرفي أروح طبعا أها تروح هي أكيد جيد يعني ما كانت أكو مشكلة مادية يعني من ببالك أصلا يعني أها لا نهاية لا نهاية أنت قرأت ببالي مباشرة يعني أكيد اليوم شنو رأيك الكثير يتساءل حول القضية الحسينية والقصات اللي جاي تندرج اليوم بالشارع والستايلات اللي يرتديها المنشدين شنو رأيك هل تتوافق مع القضية الحسينية اليوم؟ هو حلو الإنسان يكون مرتب لطيف يعني بما أنه تمثل الإمام الحسين سلام الله عليه بما أنه أنت تمثل شخص عظيم فحلو من شخص من غير طائفة يشوفك أنت مرتب وهندامك حلو وملبسك حلو فيحس هذا الشخص اللي بدك تقرا عليه عظيم انه هذا الشخص مرتب بده يقرون عليه احسن ما تطلع مخربط وكذا فالموضوع نعم. يقولون اي يعني فانتم خلوا هذا ببالكم بس انا ما احكي على المبالغ انه القصه مبالغ بيها وتحدي احد ويعني مبينه هذه شائعه مو حلوه وكذا لا هذه تنقسم من الشخص نفسه قبل انه لان الحسين ما ممكن احنا محتاجين الحسين زين احنا نشوف يعني قبل انت بديتها انه تعتلي المنبر زين ولبسك اكيد كان الدشداشه والغفره حتى اللي كان يرتديها بس اذا تسمح لك تمام اللي كان يرتديها حمزه صغير اي زين باسم الكربلائي حمزه كبير يعني ماكو بنطلون باسم الكربلائي اليوم اللي هو تمام لا منازع يعني ما بنقاش نهائيا ملا باسم رقم واحد فليش اليوم نشوف انتم غير تمثلون باسم الكربلائي اكيد عن نفسي اي تمام تشاهدون باسم الكربلائي يجوز غيري ما يحب باسم انا موت على باسم مو صح تمام وين راحت هل اندثرت هاي القضيه والزي الحسيني زين. اللي موجود انت احنا حتى نبقى واضحين حتى للجمهور المنبر انا ما ممكن اصعد للمنبر بنطرون ولا اي منشد لطيف المنبر لبسته أكيد الدشداشة الغترة إذا كانت الجماغ يعني إذا كان فهذا كذا فالباسم الله يحفظه وحمزة رحمة الله روحه ومن الوطن وكل العظماء الرواديد رحمة الله على روحهم ومثواهم الجنة إن شاء الله منبر فأكيد كل واحد ذولا بالمنبر راح تشوفه نفس هاي اللبسة حتى بالاستوديو اليوم مشاهد قصائد لملا باسم الكربلائي يمكن شايفهن اعتقد تمام انه شايف لان حتى القميص لابس يعني. دجداشه اغلب القصائد دجداشه والغتره العربيه أكيد. اللي معروفه للقصائد الحسينيه اليوم انتم دثرتوا هذا الموضوع انتم انا وياهم المنشدين اذا قلت لك اني انه هو القران يقول وتزر وازرتكم وزر اخرى وعلى ابن ابي طالب يقول لا يؤخذ الابن بجراره ابي عليهم السلام سلام الله عليه فانت اذا تحكي على المنشدين فحتى نسولف على المنشدين اذا تقول انت حتى تسولف عليه انت تحكي انا احكي وياك بصوره عامه اليوم تمام مو انا جاي اقول لك اكو منشدين مرتبين ثقال حسينيين يخافون الله مرتبين نعم. ناس لهم كل التقدير والاحترام نعم اكيد لهم كل الاحترام واكو مع انه منشد ممكن انه انت تشوفه مثلا لبس ما يليق ممكن او لبسه فهذا يعني هو يعني المساله يمه المساله يمه انه هو شيء او على قولك انه هو شيء يحس هاي مساله عايده اله انه هو يحس انه هيك صح او هيك لظرف او هيك حتى يراوي فد شخص هذا مو يمي اي انا والحسين واحد زين فهو يشوف الحسين من بابه انا اشوف الحسين هو الحسين واحد لطيف. فالحسين يعرف المخلص والله يعرف المخلص تمام فانا هيك يعني مو مع احتراماتي لكل المنشدين كلهم على راسي زين واللي عنده خطا وجاي يسمعنا وممكن هو يشوف نفسه وممكن هو يعدل نفسه فجزاه الله الف خير أنت الآن بعيد عن هذا الاندثار اللي والرقي اللي كان
يرتدي الروادي. انت شو تشوف مثلا؟ ما اشوف شيء اليوم، اشوف سيد حكام نورني. الله يسلمك. انا اكو فيديوهات ممكن تشوفني، انا اكيد اكثر المنبر يعني دجداشي لطيف وقاط ولبسه رسميه ممكن يعني هيك، بس قلت لك انه حلو انه انسان يشوفك حلو حتى يحس الشخص ذاك يخبط. بجواب اخير، هل توافقت هذه مع القضيه الحسينيه ام لم تتوافق؟ اللبسه اللي تقول مو اذا احنا بما تقول انت تقول يعني انا حتى مو انا حتى ما تأول انت تقول انه ذول الاشخاص اللي شنو يعني هاي مو تقدر تشعر شعر اي نعم اكيد ما سويت شعر يعني يعني ذاك شعر هنا فاكيد الشعر الفوق وانت قلت القصات فالقصة يعني لازم فوق فاللي يشوف نفسه بهذا الشعر وهذا الهيك يعني اذا هو مخالف اكيد يعني اكو مظاهر مخالفه نعم. فانا ما اتوافق ويا هاي المخالفه. لطيف تمام بارك الله كحسين يعني سنت بعد بكيفك. جاك عرض بغير مؤسسه تعمل بيها؟ غير مؤسسه غير مؤسسه الخليج حتى انا افهم يعني المؤسسات الان انت الان تعمل في مؤسسه الخليج مو؟ نعم الفرقدين عقد معهم إيه تمام. جاك عرض بغير مؤسسة تعمل به؟ والله إنه أنا عقدي الفرقدين خلينا حتى ما أظلم شخص أنا متفضل علي صراحة ومحتضنتني من سواء من كانت مؤسسة هي مؤسسة الخليج كانت تطبع الأقراص وكذا وبعدين هم احتضنوا وعرفوا يشتغلون ويطورون راحتهم يشتغلون على أنفسهم وصاروا وهم كانوا سبب بالمناسبه يعني انا حتى من صادر جهدهم هم كل الناس هسه المنشدين اللي صاروا واللي توزعوا على القنوات وكذا فكانت انطلاقتهم يعني انه مؤسسه الخليج من كانت قرص لحد ما تدرجوا وبدوا فحتى وان عرض علي يعني انا اقول لك ناس متفضله علي فلا مستحيل مستحيل. جيد مخرجنا اليوم محضر لنا الفقرات لهذا اليوم شنو راح نسأل كم سؤال بين ما يحضر لنا فقراتنا اي عادي لهذا اليوم نعم جاهزات بارك الله بك شنو تعني لك هذه الصورة صورة اولادك الله يحفظهم اولادي هذا علي اللي ابو الاحمر لا علي اللي بالنص. اللي قاعد بالنص الكبير هو هسه صف خامس الله ابتدائي طبعا هو من معلومه ان شاء الله الله يحفظه ويتواصل ويبقى على هذه هو من المتفوقين المتميزين بمدرسته تقريبا ببغداد من يعني الاوائل ما شاء الله بصف الخامس طبعا هذا الجهد طبعا اكيد المدرسين والكادر التربوي اللي هو يعمل على تنميته اكيد احنا بجهدنا بس هو الكادر اللي اكيد اللي يوصل لهيك حاله اكيد طبعا احنا لازم نعمل عليهم لانه هذا بالمناسبه هذا مشروعي بالحياه انه يوصلون يصيرون شيء بالمستقبل يفيدون العراق ويفيدون انفسهم ما شاء الله فهذا مشروعي الوحيد يعني الله يحفظك الله يسلمك واللي على الطرف هذا مرتضى هذا احنا نصيح له النونو طبعا انا جيت اقول لك النونو مشكله سوالفه حلوه يقولون انه يعني الحجيه تقول يشبه سوالفك من كنت صغير و اما حتى من انقلت يشبك فما راح اقول لك وكحلا حبار وهاي وهذه المحبوبه لارين ام لسان حلوه سوالفها حلوه الله يحفظهم لك ان شاء الله ويخليهم الله يديمك مخرجنا نروح الصوره الثانيه نشاهد الصوره اللي بعثها حسين انا من شفت هاي الصوره قلت هاي مال فيلم اجنبي مال سنايبر سنايبر مال قناصين شنو سبب طبعا بالمناسبه العفو هي الفكره كانت سنايبر هذه فكره القصيده فكره طبعا هذه اكو قصه انا عندي عسكري يعني مو بال عفوا يعني مو بال مو كصور من 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 قصائد يعني عسكريه فعليه يعني بس هذه لا هذه من قصيده روحوا لهم قصيده كانت للحشد وللكافة مقاتلين العراق حتى احنا ما نقول يعني فللمقاتلين يستاهلون الابطال العراقيين
وهذه كانت استراحة مقاتل يعني، ها كانت ترى تعبان قاعد يعني كان يسوون باللوكيشن يعني كان يسوون باللوكيشن لأنه بدت الدنيا بدت تغرب وكان عندنا قطعة ليلية وحتى اللي بدوا يشعلون نار هيك يعني. بعدين انتم اذا تشوفون بس انا شفت بعض الصور انه كان بها قناص وهيك شيء وجه طبعا حتى بالمناسبه شنو هاي الخطوط اللي هيك يعني شنو تمام الفكره احنا قلنا انه هي سنايبر انه هي قصه قناص يروحون يصطادون يعني هم فرقه اربع نفرات يعبرون يعني على العدو فكره السيناريو يعني الكليب ويبدون بالقنص فاللبس ككاريزما للقناص انه لازم يكون مختفي بلون الاشجار وبلون الخضار يعني كحسب نوعية الأرض ممكن تكون صحراوي يعني حسب نوعية القناص. طبعا القناص كانت الكاميرا مشدودة على السبطانة مال البندقية بحيث نبين حتى النفس ومن أنا أمشي وكأنما اللعبة اللي يلعبون أطفال البلاي هواي تحب هاي الأفلام الأكشن مبين وهيك شيء. لا هو الأكشن حلو يعني حتى أغلب قصادك أكشن بس فيها نوع من الإثارة يعني ما ممكن أقول مثلا روحوا لهم أنا قاعد بمطعم هم خطية حلو تمام لطيف أي فهو لازم أنا أجسد الموضوع لازم أقول روحوا لهم بينهم أنه أكو موضوع قتالي أكو موضوع أنه اندفاع وهيجي وحتى العالم تفهم وبعدين هذا إعلام هذا إعلام للقوات العراقية وناسنا وحشدنا وناسنا الأبطال فلازم يعرفون أنه إحنا عسكريين وكذا وحتى قصائدنا لانه هي قصيده موفق ان شاء الله حتى تعنون صح بارك الله فيك. شوف الصوره اللي بعتها نشوف هذه الصوره اللي سببت جدل كثير واليوم وصلتنا كثير من الاسئله ومن الماخذين هاي الصوره هذا صوره المطرب او الفنان ياسر عبد الوهاب عرفت اللي قصيده مليت مليت هي لياسر عبد الوهاب ام لحسين الحتشامي؟ اليوم الجدل كثير في الشارع حول هذا الموضوع لمن هذه القصيده؟ يعني القصيده قصيده مليت مليت اللي له ياسر يعني انت ما تعرفه؟ لا خليني اقول لك فد شغله قبل لا ابدي للجمهور اكو عد شفت بعد برامج يمكن عد احمد انه خاف احد خاف اقول لك ما اعرفه وتقول له هذا موديل انه يقول له اعرفه وما لا بالعكس لا بالمناسبه بس اني مو متابع للمطربين يعني مو متابع يعني ابدا مو ببالي فبس عرفته شلون يعني بالمناسبه اني ما اعرفه شخصا يعني لا بصلح ولا بكره يعني ما عندي شيء وياه يعني ما اعرفه سابقا ولا شايف له شيء بس دخل علي موجود هو برا يعني احمد ريسان بن عمي فقال لي ملا هذه القصيده مالتك مال مليت اكو مطرب اسمه ياسر ياسر قاعد وجاي تنعزف يمكن يسجل قايد لان هو ما يعرف بال يعني مواضيعنا يعني جاي يمكن يسجل يعني لانه شفت بصف يعني الاله عزف اورج يمكن وكذا فهو خاطبني أنا فقلت له شنو يعني يريد يسجل اكو واحد مطرب يريد يسجل يعني قال لي قصيدتك طبعا بالمناسبه انه مليت الي حتى يعرف الجمهور ومسجله ونازله باليوتيوب يوتيوب الفرقدين طبعا وموجوده حتى على اليوتيوب يعني ممكن انتم تشوفوها فدخلت سوالي تاك دخلت للبيج مالته صفحته هو فلقيته فالمشكله شنو كانت ردت فعلك في ذلك انا ردت فعلي قلت يجوز حابها اكو مثلا شخص يحب مثلا احنا انت ممكن تحب فت قصيده عدي وتردد بيها فيجوز شخص حابها يعني بس مسجلها ونازله باليوتيوب وحاصله على نسبه مشاهدات عاليه جدا هو هذا الموضوع انه انا من شفت انه القصيده واكو عالم متعلق ما تعرف شو وقت تنزل الله يعني العالم منتظرتها عد الفنان منتظرتها اي ها هذه او ونصف النصف الاخر مع القيله مثلا عيب ليش ماكو جزء كلام جزء ما ممكن او اقول يعني اللي كاتبين له يعني شنو من اي مثلا كاتبين له حرام حرام اي ما يصير تبوك هاي مال منشد هو كان هم يتعامل او ما اعرف البيئة اللي خاف يمكن بعدين يقول لا مو انا هذا احد على البيج فيا اما هو يا اما اللي مخلي على البيج
فكان يتعامل انه يحضر يمسح التعليق ويحضر اللي يحكي هيك يمسح التعليق. فنسبه كانت متقاربه انه يقول له يا بهاي مال منشد مال حسين حجامي مال مول حسين حجامي هاي مليت هذه قصيده. فهما كان بس واكو انت تعرف هذا اليوم التواصل فممكن بدون رقابه ما تعرف من وراء الكيبورد فناس تكتب اللي يحبك يكتب انه ما يصير وغلط واكو ناس تكتب لا حرام ليش هيجي واحد يقول له عيب شلون تقول له الحين الفنان اللي يقولون للفنان اللي يقولون للفنان يقولوا له شلون تسوي هيجي هذه مال كذا واكو عالم ما تعرف مثلا يجوز ما تتابع الانشاد تمام تمام فممكن تكتب له الله حلوه هذه وش وقت وشلون هذا الكذا وهو منتعش يعني هو وهي بالاخير المن هي ذا مو لحسين الحجامي لحسين الحجامي ما فيها اي مناسبة يعني نهائيا ما ممكن ما ممكن هي موجوده على اليوتيوب يعني قصيدتي بس ممكن قلت يحبها يدندن بيها لا بس شكو بيها بس هو مسجلها اليوم وجايبه نسبه مشاهدات عاليه باليوتيوب مو هو يعني قلت لك انا هو مسجلها انا شفت يعني شفته وشفت مقطع ثاني سناب بالمناسبه لابس يمكن ستره هم دزوليا على الخاص يعني قلت لك هو فرحان يعني بيها الموضوع يعني بالقصيد انا يعني ما اعرف شو اقول لك بس هو لقيت مصور ويقرا نفس الكوبلي يعني يصير يعني توصل لهاي المرحله ما حاولت انه تقيم دعوه عليه بالعراق ما عندنا حقوق طبع للاسف اي بالعراق يعني ماكو حقوق طبع فجوز الناس اللي قلت لك تتابع موضوع الطرب بتشوف هاي والناس اللي تتابع الانشاد تعرف الناس اللي تتابعنا تعرف تعرف هذه انه هي المشكله انه لو انت خفت من كلام الجمهور كلام الجمهور من يا ناحيه يعني انه ظلون يحكون عليك وكذا هاي القصيده الياسر بسبب وصلت مشاهدات لا لا بالمناسبه اكو يعني اكو مثلا من نزلت باليو يعني من نزلت باليوتيوب ورا مثلا فتره من ياسر سوى هذه الامور يعني هو بدا يسجلها فكعالم ظلت الطب مثلا عليه من على القصيده القديمه يقولون يابا شو سمعناها عاد ياسر يعني شنو يعني اكو هيك يعني وراها يعني العالم اللي قلت لك ما شايف مثلا ممكن هسه تشترك بالقناه فتشوف هيك شيء بالمناسبه اني اضوج طبعا مو اضوج لانه قراه بس يعني لانه مطرب نعم وراح نشوفك بالايام القادمه تنزلها من جديد لو هي نازله هي موجوده يعني موجودة مو نزل هي ترى مو قايد حتى هي من كلمات الشاعر علي الشمري لطيف وعلى الشمري حي يرزق بارك يعني ومن طانياها ومن الحان سيف المنشداوي اللي هو نزل لي القايد يعني اكو بعض الناس خاطي هم يقولوا لي يقولوا مو سيف طبعا سيف هو اللي نزل القايد اللي قال لي مله هذه قلت له حلو جينا اديناها حلو طبعا اليوم عندنا اتصالات كثيره طبعا مله واحنا اخذتنا الاسئله نسمع وناخذ اتصالاتنا لهذا اليوم وعندنا اول اتصال اختنا دان ضيقة السلام 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 اختي الله يبارك بك اذا رحت يوم الحسين تفضلوا يسمعكم اسمعكم الو شلونك من الحسين وعليكم السلام اهلا اهلا اختي ملا اتمنى توصل السلام ملا مدي والدك تشكر من جمهوره على قصيده صاحب الفتوى زين حلوه ما جاي افهم السلسة نقول لك توصل السلام ملا مهدي نعم يوصل صاحب الفتوى عقله قصيده جدا جميله مو جديد عيل الابداع قصيدتي جدا جميلة أو قصيدة مهدي جدا جميلة قل الملا مهدي قصيدة صاحب الفتوى صاحب الفتوى اللي عرضناها على قناة الطليعة يوصل إن شاء الله وإن شاء الله يبدع بتواصله إن شاء الله يوصل أخت إسراء من محافظة البصرة ألو السلام عليك عليكم السلام تفضلوا اسمعكم تفضل أسمعكم ألو السلام عليكم الله وعليكم السلام أهلا وسهلا الحمد لله شلونكم أنتم عائلتكم والله الحمد لله بخير الله يديمكم انا قصيده المحبوبه نعم ممكن تقرا لي القصيده قصيده شنو محبوبه محبوبه اها قصيده محبوبه ان شاء الله ان شاء الله اذا 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 صارت فرصه ولها قراءه ان شاء الله تدللون البصره هي اي من البصره انتم وكل اهل البصره السمران المملوحين على راسي وانا مت بيهم اهل البصره حياك الله أخت أسراء من محافظة السماوة ألو السلام عليك
الو. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل اختي. شلون اخوي احمد؟ الله يبارك بكم، الله يسكن. شلون الصحة؟ الله يسلمكم. ممكن احكي المولى؟ نعم المولى يسمعك. اسمعكم. السلام عليكم المولى. وعليكم السلام. شلون اخوي، شلون صحتك؟ الحمد لله، الله يبارك بيك ويحفظك. شلون اهل الاطفال، شلونهم؟ الحمد لله وخير ان شاء الله. طبعا احنا بسنا مشتركين فرقدين، نشكر قناة الطليعة على هذا البرنامج. واجبنا هذا بخدمتكم ان شاء الله. معك الاخت اسراء السماوية، طبعا مشتركة فرقدين. الله يخليك ويوصل سلامتك. ممكن كلمة للكنترول علي الساعدي؟ ايه ما اريد كلمة يبت قلبه ويشيلنا. كلمة الكنترول علي الساعدي مال الفرقدين. الو، قطع الاتصال. عندنا اتصال، منو؟ سمع. الو، مساء الخير. وعليكم السلام اختي، الله يبارك بكم. مساء الخير. الله يسلمكم، مساء الانوار عليكم. ممكن اكلم المولى؟ يسمعكم المولى، تفضل. يسمعكم. الو، مساء الخير مولى. مساء الخير، اهلا وسهلا، اهلا بيك وببغداد كلهم. مولى كلش مبدع بقصيدة محبوب من كلماتك. قصيدة محبوب من كلماتي، اي نعم. هاي راح نطرق لها ان شاء الله خلال البرنامج. ان شاء الله. هي قصيدتي. كل امهات العراق. نعم. ممكن توصل سلامه على الدلفي؟ على الدلفي ايش بيه؟ توصل سلام. اوصل سلامه. اي يوصل، يوصل ان شاء الله، اليوم يوصل. تدللون. شكرا جزيلا لكم. منو؟ اخت رباب من ميسان. منو اخي، شلونك؟ حياك الله اختي، الله يبارك بكم. شلونك زين؟ الله يسلمكم، الله يوفقكم. مولى يسمعكم، تفضل. اي تفضلوا. اي تفضلوا. شلونك مولى؟ الله يخليك. شلونك زين؟ الحمد لله، اذا انتم زينين احنا زينين. مولى ممكن سؤال؟ اي جواب. هاي سويت قصيدة محبوبة بيتك؟ قصيدة اي بيت اخوي. نعم. بيتنا. بيت اخوك؟ اي بيتنا، هو بيت اخوي. نعم الالوان. المفروض اخوي انه اخوي، فبيتنا. شكرا جزيلا لكم. ممكن سلام لأحمد السعدي؟ احمد وياك، انا صرت المقدم، تفضل احمد وياك. وعليكم السلام ورحمه الله، الله يبارك بكم. اخ مشتاق من بغداد، حياك الله اخ مشتاق، تفضل. حبيبي حياك الله. الله يبارك بك، الله يعزك. الله يقلبك. الله يسلمك. تفضل. تسلم على المله؟ اسمعكم المله، تفضلوا. وياك يا مشتاق. شلونك مولى؟ حبيبي انت شلونك يا طيب؟ شلون صحتك؟ امورك، مشتاقي لك. بدور قلبك. الله يسلمك. مولى اذا مقطع من قصيدة تمليت. مليت. مليت. ان شاء الله. ان شاء الله اليوم. هاي على مودك وعلى مود ياسر. بدور قلبك. الله يسلمك. ياسر الفنان. شكرا مولى. اليوم منور الشاشة. هذا نورك ووجودك واتصالك اسعدني. شكرا جزيلا لك. علي من السماوة، حياك الله يا علي، السلام عليكم. عليكم السلام اخي، بس نقطة نظام بدون زحمة عليكم. بخدمتكم. يعني والله زحمة، يعني هاي البنات بالمنشدين وتسوي لهم زحمة، يعني سؤالات بها احراج. بالعكس، ماكو اي زحمة. ماكو اي زحمة. ابو حسين تفضل. اليوم المنشدين ويانا ويسمعوكم ويسمعون اسئلتكم، واحنا بخدمتكم ان شاء الله. اكو سؤالات بس يعني هاي مالت الاتصالات ارجو يعني احنا بالنسبه لهذا الموضوع تطرقنا اليه بالحلقه السابقه، ووضحنا انه الموضوع اللي نكون جسر رابط بين المنشد وبين جمهوره حتى يتواصلون وياه ويسمع عفوا يسمعون عن, يعني عن, عن, عن 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 حياته الشخصيه ويسالون عن بعض الاسئله اللي يحبوها. واكيد الملهم اذا عندك كلمه توجهها. لا ابو حسين تسمعني؟ اسمعك وياك. الله يسلمك ابو حسين. هو هذه سياسه برنامج انا ما اعرف بها يعني، بس أكيد. انه مثلا اكو اشخاص ما ممكن توصلنا مثلا من السماوه ومن البصره ومن الكذا، فجوز ما عندهم ارتباط بي مباشر، اتاحنا لهم الفرصه، فممكن هذه فرصه لهم انه يسالون يسلمون علينا. طبعا انت صح، انت على صواب انه ممكن اكو اسئله او اكو اتصالات تكون محرجه، بس اكو كنترول يتحفظ واكو ناس يعني موجوده. نعم ورا نعم. وهم كذلك اكو قصائد، بعض القصائد اللي موجوده من
جناب المنشد الملا ومن جناب الاخوه الضيوف اذا تسمح لي يطلبوها الجمهور، واكيد احنا هم راح نعرضها لهم والملا هم يسمعها. انا بخدمتك. نعم وياك. طلبوا منك الكلام. نعم طلبي اريده من مخرج البرنامج. طلبك شنو؟ شنو الطلب ابو حسين؟ الطلب اريده من البرنامج من مخرج البرنامج، يعني اول شيء يشوف السؤال شنو يلا يعرضه الدور على احنا بالنسبه يعني لهذا الموضوع. عزيزي الله يوفقك، احنا بالنسبه لهذا الموضوع احنا مباشر وما نقدر نتحكم بالاتصالات اللي تجينا، يعني ما يعني مباشره نفيد مع الاستوديو المخرج جناب المخرج مباشره يفيد مع البرنامج. استاذ احمد وضح له انه اللي تفيد لانه حتى يعرف الجمهور انه آلية يعني العمل الكنترول كنترول مع يعني مع البرنامج مباشره مع الاستوديو اللي احنا متواجدين الان، يعني كأجهزة مع بعض، أجهزة متواصلة مع متواصلة. شاكر سؤالك وطلبك يا عزيزي الله يوفقك، واليوم نكتفي شوية بهذا القدر من الاتصالات. مخرجنا ونرجع لأسئلتنا وفقراتنا لهذا اليوم. ايه مخرجنا الفقرة اللي بعدها نشاهدها، وقفنا عند فقرة مليت. ايه وعندنا فيديو 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 اي نشوف لك فيديو احنا نشوف انا نشوف ماشي. هذا الفيديو لثواني ونرجع ماشي. نعم شفنا هذا الفيديو منه. نعم بالبداية تحدثنا عن القصات والموديلات زي. اليوم انت شتيد السؤال المنشد الحسيني. نعم واضح ان شاء الله أكيد. وجوابك كان في قلت ما تتوافق مع القضية الحسينية. احنا نشاهد الان دشداشة عسكرية ايه وستايل مختلف. دشداشة عسكرية والستايل دشداشة انا ما بيفت شيء بس دشداشة دشداشة عسكرية وستايل مختلف ستايل يعني قصدك ستايل الدشداشة دشداشة مختلف. لين وين راحت اصالة الدشداشة العربية اليوم؟ تمام ويعني ممكن هذا الموديلات من جنابكم مستحدثة هو مو موديل يعني حتى وضح للجمهور احنا نوضح للسادة المشاهدين تمام ملا يعني الاف المشاهدات على هذا المقطع اكيد هي اعرف اعرف هي حتى متواصلة اخ الشاعر حسين البغدادي طبعا تحياتي وعلي الذهب. نعم الدشداشة العسكرية أصيف لك على الدشداشة العسكرية. أنت تعرف كل بلد أو كل طائفة يمتازون فرد شيء، مثلا إخواننا الكراد مثلا هذه اللبسة اللي هي السروال العريض والعادات وكذا عادات وتقاليد والأسبان كذا والإنجليز كذا وكذا وأكفد رسميات. العرب الدشداشة العربية مثل ما قلت انت الزي العربي تمام. الزي العربي انه الزي اللي احنا المفروض نرتاح به. مثلا انت عد ما يجيك خطار من يجيك خطار للبيت وتريده يحلل يرتاح شنو تنطيه؟ دشداشة. دشداشة حتى شنو تتناسق مع الاجواء اللي عايش فيها بما انه هي راحه ولبسه عربيه معروفه لطيف تمام لطيف. فاني طبعا هي فكرك جدا جميله جزء بعض ما وصلتهم احنا راح اوضحها ان شاء الله. احنا اتوقف حتى بعدين ارجع انه قلنا الشخص يرتاح بالدشداشه لانه زي بالمناسبه وبالاضافه انه هي الزي العربي اللي شاع ومعروف عنه اكيد. هذا جانب. بدايه القصيده تقول شده يا زلم اكو يمكن احنا تم اكيد لاعب من كنت صغير شده يا ورد شده يا فاحنا حتى نذكر يمكن في عام كذا يعني من كنا صغار كنا نلعب كذا نلعب هيك هاي شده يا ورد قديمه تمام شده يا ورد نلعب هيك
فأول وحدة أقول اتناقلوا أنه هذه الأطفال بالكليب أنه يكبرون وبعدهم يهوسون شدة يا زلم. أنه أول وحدة لعبتنا صارت حتى أطفالنا كانت تلعب قامت تلعب شدة يا زلم، أنه إحنا بوضع لازم نشد به شدة الزلم، مواضيع داعش والإرهاب وكذا، فلازم أنه نكون حزام واحد. هذا اختارينا نقطة ثانية، هذه نقطة أنا بدي أنا حبدي لك منها بالقصيدة. فاختاريت الدجداشة بهذا الموضوع شلون؟ أنه نرجع نقول النقطة اللي توقفنا عندها، قلنا أنه الزي الرسمي اللي من حتى من يجينا خطار يرتاح به هي الدجداشة، هي شنو؟ الدجداشة. فأني أريد أوصل رسالة أنه إحنا الزي العربي اللي نرتاح به فحتى وقت راحتنا مرقط، جاي أقول لهم حتى لبستنا نرتاح بها صارت عسكرية، فإحنا مستعدين في كل وقت. أنه زي العالم كانت تلبسه مثلا أنه كعربي زي أصالة، فإحنا صار مرقط نرتاح حتى نلبسه، فإحنا نقول لهم حتى راحتنا مرقط زي. فكان الموضوع أنه أرد أقول حتى زي نلبسه ترى إحنا مرقط، حتى وقت راحتنا مرقط، شفنا مرقط، جونا مرقط. نقطة نظام اليوم أنتم مشاهداتكم ما شاء الله تمام، وجمهور لكم الحمد لله، متابعين الحمد لله، فضل والناس الله. تقلدكم بلبستكم ممكن وبال ممكن هاي نعمة، وبالزي مالتكم أحسن ما أحسن ما أحسن ما يقلدون الغرب مثلا. لا بقصات هاي بحثا آخر إذا نطرق للموضوع عادي يعني أصلا ما عندي شيء. اليوم إذا شخص بالشارع يمشي لابس له دجاجة مرقطة عسكرية تمام، شنو ردة فعلك؟ كل وجهة نظر جزان أحبها. تحبها؟ يجوز أنا ترتديها؟ لا أنا ارتديتها لموضوع أنا قلت لأني وضحت يعني وضحت أني تعرف الكليب يعني السيناريو من الكتب لوحدة موضوع فوحدة موضوعي كانت أنه ترى إحنا وقت راحتنا صارت مرقطة ولبستنا الرسمية صارت عسكرية، حتى وقت ال يعني أكو قوط لبسوا عسكري يعني عرسان قاموا لبسون قوط مرقط، إنه يريد يبين إنه ترى أنا عسكري حتى بعرسي. هذا في بحث آخر إنه هو إحنا يعني أنا كان قصدي الآلية للعسكرية. إيه أنا قصدي فإنه ناس تلبس مرقط بالعكس سواء كانوا رجال أو نساء. بالشارع مثلاً. رجال أو نساء تلبس. شخص لابس دجاجة عسكري يقول أنا شفت حسين الحكامي لابسها اليوم. لو انا اشوف اخذ وبعد يعني. بعد هي بعد كم يوم تندثر زي العربي يندثر مالتنا وتبقى لا مستحيل مواضيع مستحيل العسكرية احنا قلنا وياخذ الشارع الطابع العسكري اكثر تمام. اكو معالم معالم هذه يعتبر فشي رسمي ما ممكن تتغير يعني ما ممكن مثلا نخفي مثلا المتاحف او نخفي مثلا شط الفرات مثلا يقول لك واحد سوى له شط بابهم بعد ما اكل فرات لا ما كيج حكي احنا حكينا لظرف معين كانت هذه الحاله بس ما نلغي زي العربي مستحيل انت جاي تقول زي عربي انت هو اصلا مسمى هذه افرع مسمى يعني ممكن واحد ياخذ له فرع من دجله بس تبقى دجله. حدثنا عن الايجابيات والسلبيات لهذه القصيده تمام شنو موضوع الناس اللي واعيه الناس اللي ما تستعجل المثقفة اللي تحب تفتهم أكيد أيده الناس اللي ما تعرف بس همت هدية وناس مرتب بالمناسبة ترى التواصل يعني النت بشكل عام بكل برامجه المفروض اللي يدخل على هيك أمور أكيد إنسان مثقف منه يستخدم هذا الجهاز اليوم من يستخدم هذا الاختراع نعم. فهذا لازم شخص مثقف حتى يشتغل عليه لطيف تمام لولا نعم. فأكو يسيء الاستخدام إلى مو بس ويا بالتعليق أو كذا ممكن بغير أمور فهذا الشخص إذا نفسا هو شخصا كان مهذب فكيد راح تلقى يعني تلقى العفو تعليقه مهذب نعم. وممكن شي يقول لك ممكن يقول لك ممكن توضيح ليش هيك فممكن تجاوبه وأكو ناس هو يجي أصلاً والانتقادات حصلت انتقادات كثيرة يعني قلت لك ممكن أكو سوء الاستعمال أكو أحد ما يفهم يعني يحب يغلط مثلاً يجوز عارف القصيدة يجوز يطب يغلط عليك حدثنا عن الكلمات يعني للقصيدة اللي انتقال بالمستوى المطلوب كانت طبعاً أه. طبعاً شاعر حسين البغدادي شاعر مرتب وكان حتى كلامها مملوح يعني لطيف يعني انت يمكن سمعتها كانت معروضة مو؟ اي نعم الراس اللي يعون قصدي له اي اعتمدت انت على هاي المواضيع اللي
قصائدك اللي تكون حماسية وهيوة أكثر كمل وتكون يعني تجذب النظر. حتى في القصائد الحسينية بالهوسات اللي شاهدتها أني دائما اندفاعي وهجومي بالقصائد، ما السبب؟ تمام، حتى نسوي فاصلة يعني نفصل الحسيني بعدين نسولف عنه لأنه مقترن بغير أمور. وهذا اللي أنا أسوي من هذا الجانب، قلت لك مواكبة مثلا حشد لازم يعتمد على القصائد التحفيزية الحماسية السريعة حتى يتحفز الجند العراقي. تمام، أنا معك معك ولا أنا ذا أنزل ستور قد جند نايم أكيد لا أكيد قام استرخي جزء حاطت فون وتيل ساتر. فهذه لازم تواكب هيك أمور، وأكيد أنت تتفق وياي أنه أنت مقاتل أنا أعرف. نعم، فأكيد يمكن ما أخلي لك إسلو مو أكيد. فأكيد لازم قصيدة تحفيزية أكيد حماسية حتى تشد من أزر المعركة. تمام، نعم. فحتى نسوق هذه القصايد لهذا المجال. أما بمجال الحسيني فأنا دائما أحب أبو الفضل العباس سلام الله عليه بقصائده أنه تكون، فأنا دائما الفزاعيات يعني خلينا نقول بهالطريقة هذه تكون دائما اختار ابو الفضل العباس يعني من هذه القصائد. وبالمناسبه يعني حتى يفهم الجمهور يعني من نقول اكو قصائد اكو سلو اكو قصائد عكسها يعني هادئه، بس حتى نفصل بين الجملة اكو قصائد لابو الفضل سلام الله عليه ايضا سلو، لكن مثلا يما اكو موجودات يعني الشعر على الشمري لابو الفضل العباس ام البنين موضوع أسلوب، بس أنا أختار الهجوم القصائد اللي بيها تحفيزية لأبو الفضل العباس أن العباس وكذا هذه الأمور اللي بيها لطيف شد آه. والناس أيضا تحبها وتحب هذه من يعني عندنا. حتى في محرم نشاهد قصائد الاستوديو طبعا أنا العباس يا زينب كفيل قصائد هم حماسية ودمامات وما أعرف دمامات ويعني يعني بال 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 خلينا نقول بالتوزيع يعني بالتوزيع تحس يعني بها قصيدة لحظة آلات موسيقية كبيرة وضخمة. شنو السبب؟ لا ما أعتقد بالحسيني، ما أعتقد بالحسيني. أنا سامع لك قصائد مثلا قصائد كثيرة مثلا، يمكن أنا اليوم ما محضر أنت أنا أنا مثلا مو جاي أقول لك مثلا، بس مثلا أنا جاي أقول لك مثلا أنا اشتغلت يا زينب كفيلك بها جملة أقول بقت صبري لي كبدي بقت شمرك بعد دقت طحن وجيلك. فما معقولة أقول يعني بطريقة يعني هو الكلام كان مكتوب بعزم، فدائما أنا أجسد الكلام. ليش ما تناول القصيدة بإحساس أكثر بروحية أكثر موجود بهدوء موجود بسلو موجود القصيدة الحسينية موجودة. أنت اليوم تريد توصلها العالم توصلها لا لا اوصل بآلات لا موسيقية ما ضخمة ما يعني لا مثل اللي مو انت جاي تحكي على شيء وتقول ما عندي يعني انا اسمع اليوم ما محضرهن اي فانت حاليا تفتقرهن افتقرهن لكن تمام. انا اقدر افتح انترنت واطلع عادي تقدر تفتح انترنت طبيعي طيب انا جاي اقول لك وتقدر تسمع وانا جاي اقول لك اكو قصائد ونفس الانترنت من نسوي سيركت يعني اعطيني حتى طلع لك السلو نفسه يعني هم القصائد الحسينيه لا واضح عندك قصائد سلو انا دا اقول لك بس اكو قصائد انا اختاريت لك وصلت لك من البدايه يعني حتى انا ما اريد اقاطعك انا قلت لك اكو قصائد بهن عزم المحرم مثلا المشايه لابو الفضل العباس سلام الله عليه تحتاج هذه الهمه ورجوله ابو الفضل وشون كان ميداني وشون كان مقاتل وبطل وبغيره فكنت استذكر هاي البواصل إله. شو وقت ترجعون للأجواء الحسينية القديمة؟ مثلا أنا مسافر يعني؟ لا أنت بعيد عن هاي الأجواء أحسك. شلون يعني؟ أنت يعني تحس أجواء يعني أجواء اللي خاصة أنا لا اللي مو أنت تحس. إيه مو إحنا جاي نشاهد إحنا هم نشاهد ونتابع هاي المواضيع. أكيد لازم. كنا مهتمين. بس أهم شيء كنت متذوق يعني. أكيد لا طبعاً. طبعا. الحمد لله وشكرا. أي الحمد مو حتى تعرف. اللي يجعل حمزة صغير مثل قامه لو يستمع له أكيد ما راح بعد يستمع لي أشخاص. لا يعني أكيد أكو ناس تتأثر بالسمع مثلا أنا أقول لك أسمع باسم وأنت تحب تسمع باسم عادي. لطيف عادي. يعني جوز تسمعها الخاطر مو الباسم المن؟ جوز تسمع الخاطر يعني لا بالعكس لا طبيعي اكو اشخاص تتأثر باشخاص يعني انا اقول لك حلو انه شخص يعني هو ذائقه ويسمع حلو يعني مو هذا بنتناقش شيء يفهم مثلا اذا واحد بغير مجاله وانا اسولف له ما راح يفهم لا مشكله اي صحيح فانا اقول لك كون من اناقشك انت يعني تعرف حلو لانه يصير استرساب الموضوع انت فاهم اللي احكي عنه نعم نعم هذا قصدي بهذا الموضوع اليوم احنا فانا مو قصدي اقلل من يعني
لا من البرنامج ولا من حضرتك. انا اقول لك انت متذوق يعني قصدي تعرف تسمع اذانك حلوه. لا انا افتهمك افتهم هذا القصيد يعني. اكيد احنا اليوم في ضوء هذه الطاوله نفهم ما يقول الضيف. اكيد انت يعني دام سوي برنامج انت دام سوي برنامج وما تعرف بعد طبعا لهي مصيبه وطامه كبرى. يعني اليوم هذه الموضه نرجع لها مره اخرى. اي منهم الموضه اللي شفناها قبل قليل مال الشده لو الحسين شده يا وريد زين. واللي اليوم ممكن نشاهده كم بالقصيده الحسينيه تستعمل هيك يعني لبسات و مستحيل نهاية. يا اما قاط يا اما دجداشه اي يعني وتقدر عندك يوتيوب لا طيب لا اليوتيوب ما شاء الله ما مخلين شيء كله بي يعني مو أنا مو أنا صرحت لك من البداية قلت لك اللبسات المنبرية والجو الحسيني هذا له خاصيته يعني هذا شيء خط أحمر يعني الحسين خط أحمر. وصلت أنت اليوم كحسين الحتشامي وصلت القضية الحسينية بالصورة الحقيقية لو بعد إن شاء الله وأتمنى أنه أكثر يعني يعني إذا كنت مقصر فأتمنى أنه يعني يعني اكون لائق بخدمه الامام الحسين عليه يعني اكثر سلام الله عليه يعني اكيد لطيف اطمح اكثر لطيف. عندنا اتصال مخرجنا ما عندنا اتصال اليوم. راضي على ادائك مله كصوت يعني كاداء بصوره عامه؟ اي اكيد اكيد يعني يعني اذا اديت شيء ما مقتنع به ارجع اقول الاخ نعيد كاداء احنا ما انا ما اعرف بصوره عامه اليوم يعني شيء كامل ينزل انت يعني بعد الصوره وبعد بعد اي بعد تمام التجهيزات الكامله اليوم راضي على ادائك الحمد لله بنسبه ايش قد بنسبه الحمد لله اكيد الحمد لله احنا نريد نعرف نسبه يعني الحمد لله يعني انه كل شخص يتمنى يحمد الله بقلب. فانا اول بدايه احمد الله سبحانه وتعالى انه جعلني خادم الحسين ان شاء الله وثاني شيء قلت لك اني من ناس تراقب يعني عائلتي الناس انه متذوقه وتراقب بيهم الشيخ والشاعر انت يمكن تعرف فيراقبون يعني واني راضين على القصائد اكيد ومن الناس المهتم انه اسمع يعني اليوم اذا احمد يمي جيراني فمن اسمع احمد اسمه حال دوديو صح حلو شو تحس بيه يعني احب اهتم يعني حتى ان كان الراي الاول الاخير لي بس انا احب اسمع يعني اكثر من شخص يعني لطيف. بس كون صاحب يعني قلت لك انا إيه حتى في حتى يخدمني اكيد لا طبعا حتى يخدمني واذا كان يعني في مجاله بعد يكون افضل يعني ده يعرف يعني بال من ناحيه الموسيقى او من ناحيه الالحان او من ناحيه يعني المقامات يعني باختصاص أذنى مثل ما نقول يستمع لي هذه موسيقية يسمع لي. يقول مثلا هنا لو مغير هنا لو هاي حركة وأكيد أكو واي عدي تأخذ رأيي أي والله هواي أرجع يعني يعني اليوم أكثر رادود تتأثر بي من لباس فقط أي فقط يعني من لباس أي من لباس عندنا كثير من الروادي شنو السبب اللي خلاك تختار بس من لباس يعني هل بسبب اختيارات القصائد؟ والله من لباس لو يطلع ساكت احبه مو لا يختار قصيده يعني انا احبه لشخصه واحبه لانه توفق يعني واكيد هذا اللي وصل له لانه هو صح والله وفقه لطيف. فاكيد ادري انا ادري الله يحبه ولان الله يحب انا اموت عليه يعني. فلذا هذا هو وصل لي وانا اموت به يعني حلو يعني من لباس طبعا اكيد احنا من اذا جانب اختياراته والحانه فمن لباس مبدع يعني. يعني فقط من لباس فمو أنا يعني مو أنا اللي أسولف على ملا باسم أكيد يعني حلو. يعني يكون هو يقعد يقيم براحته يعني ورقة وقلم وكيف يشطب حتى ذا نايم يعني أها كيف هو اللي يقيمنا مو إحنا نقيمه يعني لطيف. كيف تعاملت مع قضية الحشد اليوم؟ الحشد والمقاتلين إحنا حتى نكون واضحين جميع الأبطال أكيد لهم كل الفضل والشكر عليهم كل الفضل للمقاتلين اللي كانوا بالجبهات نعم الحشد متفضلين علينا ممكن ما كان احنا قاعدين هنا نعم وممكن ما كان هيك وضعنا ستر وخيمه الحشد يعني شوف اذا كل انسان طموح فاذا اطمح انه اكون في يوم من الايام ملك كطموح يعني نعم إذا طمحت أكون في يوم من الأيام ملك هذا الملك يحتاج
حتى يتميز ملك إلى تاج، حتى يضعه على رأسه حتى يكون ملك معروف يعني يتميز. فإذا أرد التاج فممكن أجيب بسطال أي واحد من الحشد الشعب أخلي على رأسه. أحسنت بارك الله فيك. الله يسلمك. الله يخليك. في ذول الحشد يعني. الحشد اللي وصل حسين الحشامي لهذا المستوى. أو خلينا نقول المقاتلين حتى تكون أفضل من الحشد الأبطال. كل المجاهدين البواسل. أكيد لهم كل الشكر والامتنان والعرفان والحب والتقدير لهؤلاء رجال الغيارة حقيقة، والرحمة والرضوان لكل الشهداء رحمة الله عليهم. رحمة الله عليهم طبعا. شكرا لدمهم، شكرا طبعًا. شكرا لبدلتهم كل شيء شكرا طبعا. وحتى الجمهور يكون واضح، احنا من نقول الحشد ما نقصد الفتشي، الحشد هي مجموعة من المقاتلين حشدوا للانتصار ولرفع راية الحق وراية الله ضد الباطل يعني. أكيد كل المجاهدين الأبطال سواء حتى اللي كانوا مجرد مؤازرة يعني، إذا كانوا معاقين وكذا أكيد طبعا على الرأس. شنو قدمت للشهداء كحسين الحشام اليوم؟ قصادي، أكو قصيدة كانت لاثنين أخوان يعني، كان كليب هو يقاتلون ويستشهد أحدهم ويرجع احد جايب انه قلاده من امه كانت لمستهم قبل لا يروحون المعركه. نعم. فانه هذا نشوفه دائما، انه اكثر من شاب واربعه خمسه تلقاهم يستشهد من عندهم واحد، وتلقى العزيمه نفسها والاهل نفسهم ابطال والامايه نفس الشيء وتهلهل وتكليه تلقى. انا اكو اشوف فيديوهات اكو ناس يعني طبعا بالحشد، بس هم من يعني ما اعرف مو من طائفه لا يعني، شلون اقول لك، من اكو مود عندهم انهم في مناطقهم انه هذه مساله الموسيقى وكذا يعني، هم يعني هذه تقاليدهم وكذا. فانا اشوف مره شفت فيديو انا على بالي زفه صراحه، فدخلت لقيت تابوت مع البدله وامه تهوس وكذا يعني. فهم نفس العزيمه، حبيت هاي الروحيه. اي اكيد اكيد يعني. ايش قريت لهم؟ قريت العفو للحشد اخويا شخبارك. نسمع. خويا شخبارك ضاعت اثارك، صاير شلونك مو نفس لونك، شبيهن عيونك شو كلهن ترى، وشل الحيل وشل الحيل، ومعذب الليل من الصبح ينقل ظلامه معزيب الليل. طبعا قصيدة عملاقة وأنا ما جاء أستذكر معدها للشاعر سيد رفعت الصافي. تحياتنا له. تحياتنا للشاعر الموفق. سنت. وأقول لك هم كتب الملا باسم. أكيد. والله وفقه سيد رفعت. لا الحمد لله. الله يسلمك. طيب الله أنفاسك. الله يوفقك. نكمل. طبعا اعذرنا جمهورنا بس إن شاء الله، لأنه أستاذ أحمد فاجأنا بموضوع الشهداء، بس إن شاء الله قصائد أقرأ لكم إياها. لكن إحنا اليوم شهداء مع يعني نحسهم ويانا. لا لا ويانا أكيد أنا ممكن أقرأ لهم هواية أشياء يعني، بس طبعا. لأنه هذه كانت لها موقف وهي كليب موجودة اسمها شهيد الحشد. نعم لطيف. عندنا اتصالات، نأخذ أول اتصال. ألو السلام عليكم أخ حسن. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام. قطع الاتصال. اتصال سريع من حسن. اتصال ثاني. تحياتنا الحسن. اتصال ثاني. اخت ايات من بابل. قالوا السلام عليكم. الو وعليكم السلام. الحين اخوي شلونك؟ الله يبارك فيكم، الله يعزكم ان شاء الله. اقدر احكي من الملا؟ نعم اسمعك. اي اسمعكم. مساء الخير ملا. مساء الخير، اهلا بيك. شلونك زين؟ الحمد لله خير من الله، فضل. طبعا انت اليوم منور. هذا نوركم وعيونكم حلوه اكيد وناس طيبين انتم. انا غالي جميل. الله يوفقكم. ملا اقدر اعرف حسين بغداد الشاعر؟ حسين بغداد ايش بيه؟ شلون؟ اعرف علاقتك؟
علاقتي بي بالشاعر حسين البغدادي. حسين اخويا وحبيبي وصديقي واشتغلنا اعمال سوا وتوفقت الحمد لله، وبعد اكو اعمال وتعامل ما زال بيناتنا طيب، وشخص من عائله محترمه وصديق وحبيبي. الله يبارك بكم. شكرا لك. تحياتنا للشاعر حسين البغدادي. تحياتنا لابو علي. عندنا اتصال. السلام عليكم. وعليكم ابو زهراء من بغداد. حياك الله. حياك الله. الله يسلمك ويحفظك. الله يخليك. السلام عليكم وعلى ضيفك الكريم الاخ حسين حشامي. وعليكم السلام يا طيب. الله يحفظكم ويرعاكم. طبعا انا عندي مداخله بسيطه وسؤال للاخ حسين الحشامي. ايه تفضل. انا لا اعرف بانه الاخ حسين الحشامي هو من مقلدي السيد الشهيد قدس سره الشريف. ولا زلت الشهيد. ولا زلت. ايوه السيد الشهيد بالمكاسب المحرمه يحرم جميع انواع الموسيقى ما عدا التصويريه. وللعلم نعم هاي الموسيقى المحرمه ما عدا التصويريه اللي هي الاصوات الطبيعيه طبعا اكيد، والدمام بالزنجيل وغيره. تمام. زنجيل. نعم. بالزنجيل الدمام. نعم. وقصائدك يا اخي ملا قصائدك كلها موسيقى، وعلى راي السيد الشهيد محرمه هاي الموسيقى اللي جالس تتناولها قصائدك. تمام. واذا انت مقلد السيد الشهيد هذه القصائد تعتبر محرمة كونها تحتوي على موسيقى تحته. نعم. زين. وجزاكم الله خير. الله يبارك بكم أخ أبو زهراء. والآن راح تسمع رد الأخ. ولا أكيد أنا أعرف رد. اللي دا تحكي عليه أكيد لأنه كمقلد لسيد الشهيد فأنا أعرف. نعم. أكثر قصائدي أنا اعتمدتها تصويرية وآهات، حتى كان استاذ فاضل الزيادي من اهل الديوانيه. نعم. كان يجي يرسم لنا اللي يعني اللي حركه موسيقيا واحنا ندخلها صوت، واستخدام الدمامات هو كان جائز ويعرف يعني مثل ما تفضل. نعم. مثل ما قال انه للدمام بالزنجيل والموسيقى التصويريه، وهذا اكثر شيء اعتمدته اني. لكن مع اكو بعض القصائد صح طورت مثلا انه زامنت، بس انا ما اخليها بال يعني دائما قصائدي ما تكون طربيه بشكل انه انت تسمعها. نعم. طربيه دائما اخليه يكون توزيع، يعني اذا بي مسائل موسيقيه اخليها اكون طاغي عليها اني، حتى اولا يفهم الناس، وحتى ثانيا يعني ما تكون بها مثلا حتى يطرب عليها الشخص. لطيف. يعني اليوم هذه انواع الموسيقى هي مثل ما تفضل الاخ هو يقول يعني يقول اكو فواصل موسيقيه بحته. يعني يقصد. نعم. قصائد حسينيه اللي انا تحدثت عنها قبل قليل واللي ما حضرتني مقاطع الفيديو اليوم. لا هو ما يحكي على قصائد مثلا، لان انت تحدثت عن القصائد الحسينيه. اي نعم اللي في محرم ما بيها كلها ما بيها. يعني تقدر هو يعني الاخ يقدر يدخل عليها كحسينيه ما بيها. لا اها. لا لا قلت لك كان استاذ فاضل الزيادي تحياتنا له من هالديوانيه يجي يسوي لي يرسم لي اياهن وندخلن اهات بشريه. نعم. ناخذ اتصال اخ الزهراء حياكم الله. الو السلام عليكم. الو من واسط حياكم الله. ممكن احتوي المله؟ نعم يسمعكم وتفضلوا. شلونك مله؟ اهلا وسهلا. هلا اختي الله يخليك. ممكن تبين الذمه؟ ممكن شنو؟ تبرين الذمة. حاكي عليه؟ على العموم هو أنا ما بري الذمة، إنه أنا ما أعرف سواء كنت حاكي عليه بزين أو أها. يلا هي فرصة أبريك الذمة ما بري الذمة. عندنا اتصال. نعم نكمل ملا. من هو الشاعر اليوم اللي تحس كلماته قريبة منك؟ استاذ احمد، اول بدايه كل الشعراء اصدقائي. انا تعاملي يجوز اكون مختلف، يعني انا اتعامل مع القصيده مو مع الشعر. فوين اين ما وجد يعني الشعر والكلام، الكلام اللي انا احسه واحبه واحسه صح اقرا. فتعاملي مع القصيده يعني مع الكلام لا مع الشعر. وشعرانا كلهم مبدعين اللي تعاملت وياهم كلهم، يعني انا خاف اذكر اسماء
وأنسى بس كل اللي تعاملت وياهم سواء من محمد إبراهيم وعباس الموالي وسيد مرتضى وفاضل حسين وعلي الشمري ونبرات السعدي تحياتنا لهم أكيد. تحياتنا لهم حسين البغداد يعني حتى لا حد يزعل علي شعراءنا الطيبين فكل من تعاملت وياهم أنا قلت لك يعني بديت قلت تعاملت ويا الكلام فكل اللي تعاملت وياهم هم شعراء ولد شعراء بما أنه اختاريت من عندهم مو لأنه أنا اختاريت من عندهم لا لأنه كان كلامهم جميل حلو ما علقت فد يوم على كلمات او فشي اكيد تصير بيننا يعني ممكن حسيته ممكن انه هاي متى لا مو بالمستوى المطلوب بس مثلا هاي متى وصل يعني ممكن هيك مفرده صعبه يعني تتدخل انت في الكلام وانا مو اتدخل اغير بس بالمأذونيه يعني اكو بياناتنا مأذونيه مثلا اني واي احد من الشعراء خاف هذه مثلا المستمع يعني بس النخبه تعرفها مثلا خاف هذا كلام يصير ثقيل على بعض الناس نعم فممكن نسهله اكثر حتى يوصل اها إيه؟ احنا اغلب الاحيان نسمع انه يعني التلحين لحسين الحجام يكون من قبله زين وبعض الكلمات شنو تريد تقلل من مصاريف القصيده لو شنو لا مستحيل لا لا يعني الحمد لله هو اكو ملكه للتلحين واكو ادوات ودا يستخدم صح والقصائد دا يصير هاي واحد اثنين مرات انا احب اغير بروحيتي ومرات القى مثلا انا هو يمكن حسين البغدادي او علي الشمري اكو لهم الحان يعني هم يكتبون وعندهم يجيدون التلحين يعني نعم ويعجبني اللحن مالتهم واشتغله واني التقي حتى يصير عندي واضح عند الجمهور يعني اللي بيني وبين الشعراء الترابط جدا جميل ابد ما تعاملنا بفلوس حلو مستحيل يعني لو حسين البغدادي لحن لي مجلد مستحيل انه بيناتنا هيك امور حلو. او علي الشمري او اي واحد من الشباب اللي هو بالعكس احنا بيناتنا هذه اللي ممكن هذه عند الجهه المقابله ممكن بفلوس يعني ممكن المطربين ممكن بيناتهم يجي اما احنا حسينين فبنتعامل بهذا زين المنشد اليوم من نشاهده يلحن ويكتب قصيده ويتدخل في اعمال قصيده وكذا ما راح يبتعد عن اعماله ما راح ممكن تاخذ منه شوف اساني اذا شغله ما افهم بيها ما احكي بيها يعني انا يا اما اتدخل صح يا اما ما اتدخل يعني اذا راح اتدخل يا اما اضيف ويأخذ بي يا اما ما احكي من البدايه فبس هي ممكن تاخذ يعني هو حلو الانسان يكون لان الامام عليه السلام الله عليه يقول ليس عليك ان تعرف كل شيء بل عليك ان تعرف شيء من كل شيء وتعرف فحلو فحلو انه رصيد لك حلو انه انت تتثقف تعرف بهيك موضوع تعرف بهيك موضوع حتى تقدر تساعد تعرف انا اذا انت اليوم شاعر اعرف شو اوصل لك ممكن مكان ما اقول لك اكتب لي دندن يعني جزء اقول لك مثلا اكتب لي اياها نصاري او اكتب لي اياها موشح او اكتب لي اياها عقيلي فانت شاعر هو امورك تعرف تكتبها وانا اعرف انا ايش رايد فحلو هيك بالعكس نجاح يصير اوفر يعني حلو محبوبه نسمعها اليوم طلبوها الجماهير اللي يشاهدونه محبوبه انت وين سجلتها بالبدايه هاي القصيده باستديوهات قيصر الغراوي وصورتها وين صورتها المخرج محمد طه المونتير سلام البديري عرضت على قناة الفرقدين تحياتنا لهم كلهم تحياتنا لهم كلهم بعد حتى ما ننسى صورة مساء سيلوني بيتنا أنا بيت أخويا صورتها بيت أخوك اي لأن هي القصيدة طبعا هي عن الأم بس أكثرية ناسنا اللي سواء عن الصعيدين يعني يقرون للأم الميتة يا يما لو موجودة وفك باب القبر ويا يعني ما حد قرأ للأم العدلة الأم المتواجدة وياك بالبيت يعني احنا ما نحبها بس متموت يعني بس متموت نذكرها الله اكيد هاي الأم كانت موجودة وين كانت مو كانت موجودة ليش ما سمعت هذا الكلام الحلو فالموضوع هو كان طبعا واللي كانت تمثل وياي هي كانت أمي اي الحجية تحياتنا لها تحياتنا للحجية مع عبد الأمير وطولة العمر ان شاء الله ان هي مريضة وانا تعبتها بالكليبي تعبتها بالكليبي لان هي ما تقدر توقف فمن نوقفها تقول لي تعبت فانا قلت اظل اسولف عادي ما اظل شيء يعني هي القصيدة بعدين هلك يعني شو نسمع وقصيدة محبوبة طبعا انا الكاتبها
حتى توافق ويا موضوعك انه تقدر تكتب و... لا بس هذا لانه حبيت هذا هي كانت عند حسين البغدادي كان عنده ظرفه يعني والده الى الصحه والسلامه كان مريض الصحه والسلامه ان شاء الله وامتنع وقال يعني فبعدين حبيتها وبعدين هو حتى من سمعها كان فرحان بيها قال كلش حلوه وكذا من الحانه الحمد لله والشكر فتقول محبوبه يا قلبي يا عيني يا روحي محبوبه يا يمه يا بلسم على جروحي انت يا الماكو مره يا يمه مثلي فدوى روح نكون من عمر على عمري انت يا الماكو مره يا يمه مثلي فدوى روح نكون من عمري على عمري انت يا برد وغطاي اعطش والقاك ماي قولي انش عند غيرك وانت كل لحظه ماي طيب والله مفاسيك والله يحفظ جميع الامهات ويرحم جميع الامهات اي والله يرحمهم ويصبر اهلهم اكيد ان شاء الله يعني الام ام خيمك ام معافيتي طبعا هذا الكلام الطيب كله تلقاه بالقصيده يعني انا قالت لها عافيتي يا روح انت اكو بيها اقول فدوه يا روحه حلال فدوه يا روحه حلال وريحه الله والله قلبي يم جروح قلبك حيصل انت مال الدنيا خوف انت عين بيها شوف انت كعبه بيها طوف الله يحفظها لك ان شاء الله الله يسلمك ملا قصيدتك المفضله نعم ما هي القصيده المفضله لدى حسين الحجامي انا خاف احكي كلمه دي لها روتين يعني لا بالعكس شوف هو اكو قصائد قريبه كثيره اما بالنسبه يعني شوف القصادي كل وحده ممكن تلقى بيها فشي انا احب انا اعتبر القصادي مثل بناتي اها فانا ما احب افرق بين بناتي حتى ما حد يزعل من عندهن حلو اي فانا احب كل قصادي يعني واحس مقرباتي لي يعني اكو عروض قدمت لك اليوم في غير مجال الانشاد هل هذا صحيح وين وصلنا وين سمعنا وين يعني جتك يعني عروض طبيعي الحسين خارج الإنشاد الحسين متفضل علي أنا من عائلة حسينية قبل كل شيء حتى وإن أكو بعض يقول لك يا أبا لو يعني أصحى يعني بس لا الحسين ليس كثير بس الحسين أها وصلت أنت لو تروح مثلا يا أبا لو بس لا الحسين الحسين مو بس متفضل لأن أنا أحب الحسين يعني وأنا من عائلة حسينية يعني مو القصد أنه هم من عائلة فما أقدر لا لأن أنا أحب الحسين حلو. يعني الحسين متفضل علي وصاحب أفضل علي مو بس إنه أنا صرت يعني منشد لا هاي هبة من الله وأنا لازم أطورها وأعمل عليها إن شاء الله في حب الحسين بس لأنه متفضل علي بهواي أمور يعني بهواي يعني دا أقول يا حسين انتهى الموضوع عليه السلام كلمة آسف لمن تقولها والد الله يرحمه الله يرحمه يعني آسف يجوز فد يوم كنت مخطئ آسف إذا ما داريتك صح آسف إذا ما إذا كان ببالك أو أنت زعلان آسف آسف لأن أنت ماكو يعني قرأت له شيء تو بس للوالدة الصراحة قرأت وكتبت يعني هو هيك مواضيع اها اكيد نسمع ولو مقطوعه ايه
القصيدة تقول أكو ومضة كانت إليه أن هو كان كريم وشيخ عشيرة الله حجام ورجل صاحب بخت وهاي العالم كلها ببخته فخل أنا حتى أقول له أبويا أنه يعني مثل الشاهود شاهد السبحة يعني فأنت من رحت فال يعني الموضوع صار هيجي وإحنا أنا كواي أمور جايين يعني نمر بيها يعني هو لو موجود رحمة ورضوان إليك نعتذر لا الحمد لله بس ويانا يعني أكو أمور جن يعني مر بيها يعني لو هو موجود يعني بخته يعني الناس تحلف العفو يعني من أدك من السادة المشاهدين بس هو الناس تحلف بخته يعني يعني رجل كان صديق لعلي بن أبي طالب سلام الله عليه يعني كنت يعني يمكن إذا أسولف لك سالفة يعني يشوف أنه هواي يعني هو كان مني من قل على شغلة يوقف عندنا كان يعني مسافة بالبيت مثل الحوش يعني هو يوقف يعني على القبلة فأنت سمع يسولف كلمة يعني أبو الحسن أو إذا شغلة الله سبحانه وتعالى فيقول أنا اليوم بالفطارية إيه رجل بطيف. كلش كبير على ابن أبي طالب وجايبة تقضي هاي الشغلات وفعلا والله العظيم يعني أسولف لك موقف وسبحان الله لأنه حتى بنوع من الطرفة كان يوم زواجي فكانت مطر وبالمدينه فتعرف الوضعيه يعني شلون صارت يعني باختصار غرقنا فشافنا ضايش قال لي ومن الكبار السن راح فقال له شنو فقلت له شنو باكر عرس يعني شنو فطلع بالحوش فقال شوفه يعني انه انا داخل عليك كبير على ابن ابي طالب بس باكر اريد منك اي يعني للمطر انا ما جوي فبس باكر اريد من عندك عرس له وراح فطب اي والله العظيم بالله العظيم انا مسؤول عن كلامي اكو ناس موجوده يعني فقال لي دخلت قال لي انت باكر شنو قلت له يراد لي علاقه فالشاخه وياي قلت له شلون قال لا باكر شمس قلت له الله كريم فثاني يوم بحيث ذبيت الستره من الحر الله شاهد علي ذبيت اليلق صارت حتى للطرفه قلت محمد اخويا قلت له محمد قلب لي خلي شويه كاسره شويه بروده بالله العظيم يعني للطرفه فقلت للحج يابا شويه قل له فطرته شويه بروده مو هيك حار والله العظيم يعني هو كان زلمه صاحب بخت رحمه الله ومجهوب باستقبالنا ماكو يعني معبد شاي معبد هيك فحتى كان متعب الحجيه من قد ما اي وناس قلت لك يعني اذا تقاليدنا وعشائرنا يعني ناس اذا تصير عندهم بوقا يقول له تعال احلف ببخت ياسين اي بالله يعني هيك يقول له اي تعال احلف ببخته وخلص ما اريد من عندك اكيد هن اهل البخت فاقول اكو ميزه اكو ميزه اكو ميزه اكو ميزة بابونا حلوة بس مو دوم الكرم كان ثوب عنده ولابسه مفصل مرة امريكي جانا ودفع بيد الباب من قد ما كريم يصيح لا تفضل الله طيب الله اليوم وصلنا للختام بالختام عندنا فقرة اللي هي فقرة القصاصة نعرضها على جنابك وانت حر بالإجابة احنا راح نكتب لك فد اسم او فد موضوع كلهن سهلات حتى جاوبنا عليه او تتحفظ على الموضوع اكيد اذا به فرقة الشعب العراقي فرقة المذهب ما جاوب عليه ان شاء الله اكيد ما بي اي فرقه اذا مساله طبيعيه بس قبل طبيعية. حتى ما احرج نفسي اشوف يعني واشوف لا طبعا اكيد تفضل هذه وصلتنا من مصادر خاصه وعرضناها على جنابك اليوم اما تتحفظ على الموضوع
أو جاوب أنت حر ومخير. زين هو يعني وما يصير بدون ذكر أسماء يعني تمام؟ لو إذا أحكي لازم أذكر. أكيد لازم تذكر. لا لا أذكر لا. أها. مصادرنا صحيحة؟ إي صح. أها. إي يعني مشان أبروحي طبعًا. أها. إي. فإذا بدون ذكر أسماء طبيعي يعني بس إذا. لا لازم تذكر أسماء. لا حتى ممكن. اكو مفاهيم تنفهم خطا عند الناس وتتعرف ممكن ناس نواعيه يعني مثقفه يعني فحتى ما يصير ما اخذ لا علي ولا تتحفظ اكيد اتحفظ اكيد ما تجاوب لا طبعا هسه الساده المشاهدين يقولون شنو هاي بالقصاصه لا فشي يعني مو بس احتفظ بيه افضل يعني اكيد حفاظا عن شنو حفاظا حتى ما تكون عن سلمية الموقف سلمية الموقف وما تكون فرقة وصير عداءات بين الناس اي يعني هذا وذاك وهيك يعني. فانا احب كل الناس تعيش جو الضريح بالامام الحسين هذا الجو طيب انه انت من تدخل للضريح ما تعرف اللي بصفك فقير لو غني طيار خادم بائع ما تعرف انت تعرف انت تقول يا حسين هو يقول يا حسين اثنيناتنا ننزل من شباك اذا انا يدوس رجلي يعتذر من عدي وانا اذا طخيت يا عم بدون عمد اعتذر من عده فاحب هذا الجو جو الضريح انه نعيشه برا حلو لطيف مليت بختام اليوم نسمعها كون القصيده لك طلبوها اليوم مشاهدين حتى تعرفون القصيده الي للي ما تعرفون الناس الطيبين اكيد المتذوقين المتابعيننا يعرفون نسمع مقطوعه منها نسمع مقطوعه نعم مليت عن السهر ما صار في بالي مليت حتى من القمر مليت من حالي صغيرون بشاب القهار والضحك مو مالي صغيرون بشاب القهار والضحك مو مالي يوجعني قلب بلا سبب والدمعة بعيوني رايد يجون السافر حتى لا يبتشوني شاي الطبيع شاي القلب شوهم تحي حتى ليكرهوني من لي الله شكرا جزيلا لك شكرا لك لحضورك وتواجدك اليوم ويانا كانت اسئلتنا ان شاء الله سلسه معك الحمد لله الحمد لله كانت ماكو انا متوقع حلقه طلايب وهو حاول لا لا بالعكس الحمد لله بالعكس احنا مواضيعنا اللي تكون لي حقائق لا لا حلو حلو برنامجك يعني والبعض ما شاء الله غير تحدث عنه باساليب كثيره لكن الله يسامحك يعني كاريزما البرنامج مختلفه عن المألوف يعني انه حياتك ايش تحبيت اول ما صعدت منه الصديق المفضل من يعني هيك مواضيع كانت حلوه انا صح نقل لي وشفت لك فيديوهات قالوا ترى مستفز انا مستفز وقالوا فقلت لهم انا وحمودي راح نعتمد استاذ احمد طبعا قلت لك حمودي قلت لهم راح تعتمد على شخصيتي انا واسلوبي انت خدمتك الحمد لله كل شكر لك ملا نورتنا اليوم اكيد نورك استاذ احمد ونشكرك على تواجدك مرة أخرى أحبتي المشاهدين وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم في الختام لا يسعنا إلا أن نشكر المنشد حسين الحتشامي على حضوره ويانا ونشكركم على حسن المتابعة انتظرونا في حلقة قادمة من برنامج ترانيم إلى ذلك الحين أستودعكم الله الله يسلمك شكرا جزيلا